في خطوة غير متوقعة، وزارة التربية تقرر منع الأساتذة والطاقم الإداري من العطلة السنوية بعد أن سجلت مؤسساتهم التربوية نسبة نجاح أقل من 20% في شهادة التعليم المتوسط. من جهة أخرى، قررت الوزارة الوصية إرسال لجان إلى الولايات للتحقيق في الأسباب التي تقف وراء النتائج الكارثية المسجلة. نقابة التربية اعتبرت الإجراء غير قانوني، خاصة وأن العطلة حق لا يستطيع أي أحد التصرف فيه، معتبرين ذلك محاولة للهروب إلى الأمام وعدم تحمل المسؤولية. الموظف لا يمكن أي كان مهما كانت صفته أن يحرم الموظف من العطلة، لأن هذا مقنن في قوانين الجمهورية الجزائرية بأن المتسبب في هذه النتائج ليس المربي أبدا وليس الأستاذ، إنما هي وزارة التربية. سياسة التوظيف المنتهجة من طرف الوزارة وعدم الاعتماد على خريجي المدارس العليا للأساتذة، فضلا عن التخلي على التكوين البيداغوجي في التوظيف، الأسباب الحقيقية حسب النقابات التي تقف وراء هذه الوضعية. هو التوظيف المباشر، تخلت الوزارة عن تكوين المكونين، تكوين إقامي، ولجأت مباشرة إلى التوظيف المباشر، هو عدم توظيف الأساتذة متخرجين من المدرسة العليا للأساتذة. حرمان التلاميذ من دراسة بعض المواد خلال العام الدراسي من تم اجتيازها في الامتحانات الرسمية في آخر المطاف من الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية الكارثية التي تعرفها هذه المؤسسات. ناهيك على أن هناك كثير من المواد في ولاية الجنوب لا تدرس طيلة سنتين دراسية كاملة، من يتحمل هذه المسؤولية؟ أهو المربي أم وزارة التربية؟ النتائج الكارثية المسجلة في بعض المؤسسات خاصة في المناطق النائية تستدعي تضافر كل الجهود القائمين على قطاع التربية بعيدا عن الصراعات للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي تسجلها بعض المؤسسات.